السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بكل خير وصحة وعافية مشاهدينا وأيضا مستمعينا عبر الأثير. حلقة جديدة من الصباح رباح تجمعنا وإياكم على خير في فقراتنا لليوم. وصباح الخير يا حصة. وصبحك بالنور والسرور يا شايعة. مشاهدينا نلتقي فيكم مجددا في حلقة مميزة من برنامجكم الصباح رباح. حلقة اليوم لدينا عدد من المواضيع ومنها الدورات التدريبية للموظفين. شايعة خلنا أسألك شوي، شنو علاقتك بالدورات التدريبية؟ كوني موظفة. نعم. شوفي، في الحياة العملية خلينا نقول دائما عندنا أصلا دورات، أنت عارفة هذا الشيء. هذه الدورات مطلوبة لأن تعدل أو خلينا نقول تصحح من بعض المفاهيم عندك مفاهيم قديمة راح تتجدد، وأيضا هذه تعمل على تجديد وصقل مهاراتك الجديدة. فالقديم يتجدد وتكتسبين مهارات جديدة. يعني احنا نقول التكرار أم المهارات. يعني الخير إذا مثلا جات في دورة تدريبية مثلا تضيف لك في شغلك أو طبعًا في مجال عملك، أكيد راح ترفع من مستواك المهني والابتكاري. وأيضا في فقرة زاوية الصباح رباح راح نتناول موضوع صناعة أدوات رياضية في المنزل. ومن ضمن مواضيع حلقة اليوم، النادي العلمي القطري ينظم فعاليات المعسكر العلمي ستيم. أهمية الدورات التدريبية للموظفين. ومن حول العالم أيضا تتابعون جزيرة إينس إنتلي، نجمة السماء المظلمة في أوروبا. الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية في فرنسا. أعزائنا، طرحنا سؤال عبر وسائل التواصل: الدورات التدريبية من وجهة نظركم ما هي أهمية الدورات التدريبية للموظفين؟ راح نتعرف أكيد على التفاعلات في سياق الحلقة. وش أخبار جونا اليوم يا شايعة؟ إن شاء الله أجواء خير بإذن الله. أنت تشوفين الجو شلون صاير، يعني لطيف وهواء حلو، قعدة الحوش وقعدة الحديقة، فالحمد لله أجواء جميلة إن شاء الله. فجونا اليوم غبار إلى ضباب خفيف، وخلونا نبتدي فقرتنا للطقس مع بعض اللقطات الجمالية من سوق وقف. والحين راح أخذكم في جولة لأحوال الطقس المتوقع لليوم على بعض المدن القطرية، نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، ونبدأها بالحالة العامة للطقس. الجو اليوم غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق، ولا يوجد تحذير. بالنسبة للطقس، غائم جزئيا مع فرصة لتشكل سحب ركامية وهطول أمطار متفرقة. الرياح متغيرة الاتجاه، في البداية تتحول شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 3 إلى 13 عقدة. حالة البحر من 1 إلى 2 قدم. ونبدأ معكم بمدينة الدوحة ودرجات الحرارة التي تتراوح بين 25 إلى 29 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فتتراوح ما بين 50 و80%، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تصل إلى 13 عقدة. ننتقل إلى مدينة الوكرة ودرجات الحرارة تتراوح بين 25 و29 درجة، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 و80%، الرياح شرقية تصل إلى 5 عقد. وفي أبو سمرة درجة الحرارة تتراوح بين 22 و28 درجة، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 30 إلى 80%، والرياح جنوبية غربية تصل إلى 2 عقدة.
ننتقل معكم إلى أم سعيد ودرجات الحرارة تتراوح بين 22 إلى 30 درجة، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 و80%، الرياح شرقية تصل إلى 3 عقد. في مدينة الخور درجات الحرارة من 20 إلى 31 درجة، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 50 إلى 80%، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تصل إلى 3 عقد. ونختم النشرة الجوية مع مدينة الدخان، درجات الحرارة من 22 إلى 28 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 30 و80%، الرياح جنوبية شرقية تصل إلى 6 عقد. وبالنسبة لرواد البحر يوجد تحذير أمطار رعدية متوقعة على المناطق الشمالية ليلا مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية. كانت هذه نشرتنا الجوية اليوم، ونتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة لدول الخليج. والحين راح ناخذكم إلى جولة مع الصحافة المحلية الصادرة لليوم وأبرز الأخبار فيها بصوت زميلتنا فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتسلم أوراق اعتماد سفراء كل من جمهورية كوبا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية اليونان وجمهورية سنغافورة وجمهورية أوروغواي الشرقية وجمهورية تنزانيا المتحدة، ويتمنى لهم التوفيق في مهامهم. سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي الأخوية يشارك مع سعادة السيد جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي في افتتاح معرض ميليبول باريس 2023 الذي يجمع أحدث الابتكارات التكنولوجية الأمنية. وكالة الأنباء القطرية قناة تعرض إنجازاتها ومطبوعاتها المتنوعة في معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام الذي يقام في أبوظبي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توقع اتفاقية تعاون مع كلية المجتمع في قطر في مجال إعداد وتنفيذ برنامج الدبلوم المشارك في الدعوة والعلوم الإسلامية. ننتقل إلى صحيفة الراية. قطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة قطر يحتفل باليوم العالمي لمرض السكري لتأكيد الضرورة الملحة لتعزيز الجهود الدولية في مجال الصحة البشرية ورفع مستوى الوعي بتأثير مرض السكري في المجتمع. سدرا للطب عضو مؤسسة قطر يعلن إطلاق منشأة ممارسات التصنيع الجيدة في أثناء المؤتمر البحثي الجينوم الوظيفي والطب الدقيق الذي شارك فيه نحو 880 من الخبراء والمتحدثين والعارضين والشركاء. مبادرة أنت مهم التابعة لإدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية تنظم تدريب صقور الملاعب من أجل تدريب المشاركين على التعامل مع حالات الاعتداء والإغماء والحريق والدخول إلى الملاعب في حال وقوعها. جامعة لوسيل تنظم النسخة الثانية من يوم التنمية المستدامة وتبرز مهارات أكثر من 200 طالب وطالبة وإبداعاتهم المتعلقة بقضايا التنمية المستدامة. إلى صحيفة الوطن. 27 وسيطا عقاريا يؤدون اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل ما بين أفراد وشركات وساطة عقارية. وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم ملتقى الحياة الفطرية النباتية تحت الشعار البر القطري إرثنا المستدام فلنحافظ عليه بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمهتمين بالحياة الفطرية. عقود الغاز القطرية تستحوذ على حصة الأغلبية من عقود قطاع الطاقة العالمي في الربع الثالث من هذا العام.
مضمار العقدة الموجود بمجمع العقدة للفروسية في مدينة الخور يحتضن مجموعة من سباقات الخيل للموسم الرابع على التوالي. إلى صحيفة العرب، مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب ينظم ورشة لطالبات مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة لتعريفهن بنبات الشفلح وفوائده وطرق زراعته والاهتمام به. الجمعية القطرية للسرطان تعلن تنظيم المؤتمر الدولي لسرطانات الجهاز الهضمي في الأول والثاني من ديسمبر المقبل بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من مقدمي الرعاية الصحية الأولية. مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ينظم وقفة للتضامن الديني والإنساني ضد الحرب على غزة في المسرح الروماني بالحي الثقافي كتارا بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والسفارات والمواطنين والمقيمين. هيئة قطر للأسواق المالية تفوز بتمثيل لجنة إفريقيا والشرق الأوسط في فريق الرصد التابع للجنة مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يشارك في الاجتماع 21 لمديري عموم معاهد الإدارة العامة في دول مجلس التعاون الذي يقام في العاصمة العمانية مسقط. بدوا أعمال الاجتماع 28 للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشارك في النسخة 8 من أسبوع سنغافورة للابتكار والتكنولوجيا سويتش 2023. ميناء الدوحة القديم يشارك في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 بجناح خاص صمم ليعكس مباني حي الميناء ويبرز فن العمارة القطرية. وتحت رعاية معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية تستضيف الجمعية القطرية للسرطان المؤتمر الدولي لسرطانات الجهاز الهضمي في الأول والثاني من ديسمبر المقبل. نشاهد معكم. تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف الجمعية القطرية للسرطان المؤتمر الدولي لسرطانات الجهاز الهضمي. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر ما يزيد عن 1000 من مقدمي الرعاية الصحية الأولية ونخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجال أورام الجهاز الهضمي حول العالم. يأتي في وقت مهم جدا لتنظر الجمعية فيه إلى زيادة برامج الوقاية للحد من انتشار أمراض الجهاز الهضمي، سواء نتحدث عن المريء، الكبد، الفم، المعدة، القولون، فالبنكرياس، كل هذه مهمة جدا. في السنوات الأخيرة ملاحظ في ازدياد في الإصابات. إحصائية دولة قطر الأخيرة أنه الإصابات من 18 حالة لكل 100,000، متوقع أن تزيد بحلول عام 2030 إلى 34 إصابة لكل 100,000. ولذلك تم اتخاذ هذا القرار قبل أكثر من 4 سنوات، ولكن بحكم الجائحة واستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم تم إرجاء هذا المؤتمر حتى يكون نعطيه حقه، وفي نفس الوقت يتم الاستفادة منه بأكبر قدر كبير بالنسبة للأطباء والمهتمين في القطاع الصحي. وتعد أهمية المؤتمر من كون سرطانات الجهاز الهضمي تمثل عبئا كبيرا على مستوى العالم، سواء من حيث الإصابة أو الوفيات، حيث يصيب هذا النوع من السرطان حالة واحدة من كل 4 حالات سرطان، وحالة واحدة من كل 3 حالات وفاة بالسرطان على مستوى العالم. وسيتناول المؤتمر كل المواضيع التي تغطي سرطان الجهاز الهضمي وعوامل الإصابة به وطرق التشخيص والعلاج، إلى جانب عرض بعض الدراسات والأبحاث العالمية حول هذا الموضوع.
وما زلنا في الأحداث المحلية مشاهدينا ومستمعينا الكرام. دعما لليوم العالمي للسكري وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة، نظمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ندوة حول رعاية مرضى السكري، وذلك تحت شعار تمكين الصحة العالمية من خلال بحوث تغير الحياة. نتابع. استضافت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الندوة الثانية حول رعاية مرضى السكري تحت عنوان تمكين الصحة العالمية من خلال بحوث تغير الحياة، دعما لليوم العالمي للسكري 2023، وذلك بمشاركة ودعم عدد من الجهات الطبية المعنية بالدولة. اليوم نحتفل باليوم العالمي لمرضى السكري. هذا المرض أو الوباء اللي مجتاح العالم بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص. من خلال الجامعة احنا عندنا برامج مهتمة بالتثقيف عن المرض السكري، وهنا اليوم لنا دور مع وزارة الصحة ومؤسسة حمد وشركائنا الآخرين في تثقيف المجتمع بشكل عام عن مرض السكري، ولكن يكون هناك في جلسات نقاشية حول أهمية يعني الوقاية من هذا المرض وكيفية تثقيف المجتمع بشكل عام عن هذا المرض. ومن خلال بعض المحاضرات والندوات سيكون هناك في مناقشة عن الحلول لهذا المرض وما وصلت إليه التكنولوجيا والأبحاث العالمية وكيفية تطبيقها في المجتمع القطري. وقال البروفيسور عبد البديع أبو سمرة الرئيس المشارك للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري في وزارة الصحة العامة ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض في مؤسسة حمد الطبية إن 50% من حالات الإصابة بالسكري على الصعيد العالمي لا تشخص، وفي قطر تبلغ النسبة 25%، تمثل ما يقارب 5% من إجمالي السكان البالغين، لافتاً إلى أنه لمواجهة ذلك وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري أنشئ برنامج للفحص تقدمه خدمة الرعاية الأولية لتحديد المصابين بالسكري مبكراً والمعرضين لخطر الإصابة به. هذا وتقدم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ماجستير العلوم في رعاية وتثقيف مرضى السكري، وهو البرنامج الذي خرج حتى اليوم دفعتين من المتخصصين الذين يعملون بجهد لدعم متطلبات الرعاية الصحية الخاصة بهذا المجال. الآن فاصل قصير ومن بعد نعود لنستقبل ما تبقى من فقرات الصباح رباح. يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. الحين خلونا نتعرف معاكم ونشوف التفاعلات حول سؤال الحلقة. الدورات التدريبية من وجهة نظركم ما هي أهمية الدورات التدريبية للموظفين؟ المشاركة الأولى تقول تساهم في تطوير مهاراتهم وزيادة تفاعلهم ورفع المستوى المهني وتحفيزهم في تحقيق أهداف الشركة أو المؤسسة. المشاركة الثانية تقول تساعدهم على استيعاب المهام الموكلة لهم وإنجازها بمهنية عالية. المشاركة الثالثة تقول مهمة حتى يقوم الموظف بأداء عمله بالشكل المطلوب. ومشاركة أيضا تقول تحسين وتنمية المهارات أكثر. والمشاركة الخامسة تقول اكتساب مهارات جديدة وتحسين الكفاءة والإنتاجية. المشاركة الأخيرة تقول ما لها أي أهمية. طبعا احنا حصة انت عارفة احنا بنعرض كل المشاركات بغض النظر وأكيد نستوعب كل الآراء، ربما مثلا هذه المشاركة هي الوحيدة المختلفة لأن كل المشاركات قالت تطوير مهارات وما إلى ذلك. هذه المشاركة قالت ما لها أهمية، ربما يعني الدورات اللي مثلا ياخذها هذا الشخص ما تناسبت مع وظيفته، فلذلك قال مثلا ما لها اي نعم. وبعض المرات الدورات التدريبيه شائعه ومشاهدينا الكرام الناس تاخذها كتطوير ذاتي، فبالتالي ما راح تستفيد منها كثر هي ما تنمي القدرات الذاتيه او المهارات الذاتيه للانسان نفسه. نعم.
ومشاهدين في ذات السياق، يساهم تدريب الموظفين في تحسين أدائهم في مكان العمل من خلال معالجة أوجه القصور في بعض المهارات وتعزيز وتحسين المهارات التي يحتاج لها كل موظف. نتابع معكم. ينصح خبراء المؤسسات بتدريب وتطوير الموظفين كونه عملية تعطي دفعة قوية في مجال العمل داخل الشركة، إذ تعمل على تحسين مستوى كفاءة الموظف ورفع الإنتاج الذي يقدمه، كما تساعد الدورات التدريبية على حسن استثمار الموارد المتاحة للعمل فضلاً عن تقليل الأخطاء البشرية التي من الممكن حدوثها. ومن أهم الأهداف أيضاً التي يحققها التدريب نوجزها في الآتي: تعزيز الرضا الوظيفي، حيث يخلق التدريب بيئة عمل تدعم الموظفين وتجعلهم يشعرون بالتقدير والتحدي. زيادة الكفاءة من خلال تحديد حاجات الموظفين وطرح برامج تدريبية تتناسب مع هذه الحاجات بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءتهم. الرفع من الإنتاج، فتعرف العاملين بكيفية أداء عملهم بالطريقة الصحيحة يؤدي إلى تحسين نوعية الإنتاج وزيادة كميته. الاقتصاد في النفقة، فرفع الإنتاج يعود بمردود اقتصادي أكبر على المؤسسة من تكلفة التدريب نفسه، لأنها ترفع كفاءة العاملين. كما يعد التدريب المحرك الرئيسي لبناء الكفاءات الوظيفية لتمكين الموظفين من النجاح في أداء وظائفهم، مما يساهم في زيادة فرص نجاح المؤسسة من خلال توفير فرص التعلم والتدريب وتطوير الموظفين بشكل دائم. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا معاكم هذا التقرير الذي يذكر بالكفاءات وأهمية أخذ الدورات التدريبية، لا سيما إذا كانت في المجال الوظيفي أو في المجال التطوير الذاتي. واليوم معنا ضيفتنا اليوم تعرف بتميزها الإعلامي لتمثيل المرأة ومنجزات الوطن في عدد من المحاور الموضوعات الوطنية. مؤخرا نالت جائزة قطر للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية. يسرنا استضافة السيدة موزة الإسحاق حاصلة على جائزة قطر للسياحة. صبحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا. أسعد الله صباحكم جميعا. خلينا نقول ألف مبروك الجائزة. الله يبارك فيكم، مبروك لي ولكم جميعا إن شاء الله. بس خلينا نتكلم عن الجائزة بشكل مفصل، لازم تعرفيننا على يعني الجائزة وكيف إنها جائزة للسياحة. الجائزة هي برنامج نظمتها قطر للسياحة بتنظيم مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وهي بتعتبر النسخة الأولى. ما شاء الله النسخة الأولى، وأنت خلاص اسمك يعني ما شاء الله حبت عليها توقيعها. أيوة بالضبط تبارك الله، ما شاء الله عليك أستاذة موزة. طبعا هناك أكيد مساهمات قدمتيها في خدمة مجال السياحة في قطر، خلنا نتكلم عن هاي المجالات. هي بصراحة كانت فرحة كبيرة، أنا أقول فرحة وطنية، وأن أنا يعني أحصل على هذا الشرف الكبير من قطر للسياحة، وخاصة هي بتعتبر جائزة دولية والنسخة الأولى، فأكيد يعني الإنسان شاعر بفخر كبير أنه هو يحصل على الجائزة في هذا اليوم، اللي هي ما جت من فراغ، هي كانت من مساهمات كبيرة أنا قدمتها بعشرات المقالات تتعلق بالثقافة والسياحة من خلال زاوية إبداعات بجريدة الراية، كان تسليطي فيها الضوء على أكثر المعالم الثقافية والسياحية في قطر والجانب المشرق في قطر، إضافة لتخطيطي لمونديال العالم فيفا قطر اللي استضافتنا دولتنا الحبيبة قطر، وكأس العرب، وكل الفعاليات اللي تمت في خلال هاي الفترة، إضافة لاختيار الدوحة عاصمة للسياحة، لعب دور كبير أيضا خلال هاي السنة أن أنا غطيت كثير من الفعاليات اللي تتعلق بالجوانب الثقافية والسياحية، إضافة للمشاركات الخارجية اللي أنا كنت أشارك فيها في العديد من القوافل من خلال الاتحاد العربي للإعلام السياحي، كنت أنقل الضوء عن قطر ومعالم قطر والشعب القطري وكل ما تميزت فيه قطر، وكيف قطر كنموذج في كل القطاعات مش بس فقط في السياحة، ولكن هي كيف أنها كانت محطة أنظار العالم، إضافة لاستخدامي كل وسائل التواصل الاجتماعي في
كل ما يتعلق أيضا بقطر، مش فقط أيضا في مجال الثقافة والسياحة، ولكن كنت أعرض الجهود الجبارة تقوم فيها قطر كرؤية واستراتيجية، كيف إن هي كنقطة جذب استثمار حتى اقتصادي وسياسي وسياحي ورياضي، فكان هاي كلها يلعب دور. إضافة أقمت العديد من الصالونات الثقافية كإدارة أيضا لاستضافة هاي الفعاليات، فكان لها صدى كبير أن أنت تنقلين صورة قطر في مشاهد مختلفة باختلاف الجمهور وباختلاف شرائح المجتمع سواء كانت من وإلى. أكيد ما شاء الله عليك موزة، يعني أنت من كلامك أن أنت صرتي خير ممثل وخير سفير لدولتك خارج بلاد. هاي أقل شيء والله، يعني قطر قدمت لنا الكثير، وهاي أقل شيء أن احنا نكون يعني نقطة في بحر من بلادنا قدمة لنا. يعني يعني كل هذه المبادرات اللي قدمتيها، أو خلينا نقول كل هذه الإنجازات، تستاهلين صراحة أنك تكونين أول من يحمل هذه الجائزة. طيب بالنسبة لي يعني مقالاتك اللي تكتبينها عن السياحة، عادة معظم مقالاتك تتضمن بالتأكيد هناك نظرة للسياحة ونظرة للأماكن السياحية، بالإضافة إلى أكيد أنك تقدمين التوجيه بعض التوجيهات، لكن ما ردود الفعل حول مثلا هذه المقالات، حول الإنجازات اللي تقدمينها، حول المواضيع اللي تتكلمين فيها، ما ردود الفعل حولها؟ فيها صدى كبير. أنا بتكلم، أنا كان تركيزي دايما تركيزي على المواطن القطري، ويليه المقيم، ويليه الزائرين والسائحين وينظرون لقطر من خارج. احنا كنماذج، يعني كل واحد فينا نموذج لقطر داخل وخارج. اكيد بالنسبة للمواطن بتحمل كثير من المسؤولية، ان المسؤولية مش معتقة فقط على الكاتب او على الاعلامي او على المسؤول كصاحب قرار، ولكن كل منا في موقعه انه هو ينقل صورة عن قطر، سواء كان صاحب قرار، سواء كان مسؤول، سواء كان كاتب، كان اعلامي، كان اقتصادي. صحيح. يبرز دوره كمسؤولية مجتمعية من خلال صفحاته، وأكيد أنتوا شفتوا يعني من الحصار للمونديال للكورونا، كلنا خير منا كان يمثلنا أن احنا دايما نرفع الوعي بأهمية قطر والإنجازات اللي بتقدمها قطر. صحيح. وبالفعل يعني كنتي بتشوفين المواطنين مجرد أن بتوصل لهم الرسالة، وكنتي أنت مثلا كثير بيقتادون مثلك، يعني أنت لو كنت متابعت مثلا نقدر نقول 100 متابع، ما راح أقول 50,000 متابع، ولكن أنا لو أثرت في 10، العشرة بيأثرون في 50، والخمسين بيأثرون في 10. ففي شوفي العشرة أنهم يقتدون فيك كمواطنين من شريحة الشباب أو كزملاء، أو هاي بتقتدي في شغلة عجبتها في صفحتك أو في قلمك، أكيد بتقتدي مثلك. فتخيلي هذه الرسالة أن هي توصل من المواطن للمقيم للزائر للسائح، فكانت هذه دايما أنا كنت ماخذة هذا الخط، والحمد لله كان لها صدى كبير مش فقط في قطر. يعني كنت دايما حريصة أن أنا أسمع الانطباع عن الكتابات، الانطباع عن ما أكتبه أو أعرضه، فأشوف في صدى تخطيطك عجبتنا، لفت نظرنا لشغلة احنا ما كنا منتبهين فيها، وكان هذا كله كنت دايما أركز على الرسالة اللي هي تعزيز القيم، وهي من الأمير الوالد الله يحفظه لين سمو الأمير، أن احنا بلا مبادئ ولا قيم فلا نستطيع أن احنا نحقق رؤية ولا نحقق استراتيجية. اللي نجح قلمي واللي نجح صوتي ووصله أن أنا أوصل لهذه الجائزة اليوم، هو أن أنا كنت أوصل دايما قيمة، أن أنت دايما تحافظ على القيمة حتى تستطيع أن أنت توصل لمرحلة أنت تتمناها على مدار السنوات البعيدة، وكنت حافظة على الثوابت في هذه الأمور، والحمد لله أن أنا قدرت أن أنا أوصل هذه القاعدة. أكيد طبعا هناك أكيد في مقالة هي أثرت فيك وأثرت في الغير، وحسيت أنها ضربت صداها في أكون أن أنت مثلا تستلمين هذه الجاية، كلمينا عن هاي المقالة اللي تحسين. آخر مقالة أنا كتبتها يعني جوائز قطر للسياحة، اسمها جوائز قطر للسياحة. آخر مقال كتبته أن أنا تحملت يعني شلت مسؤولية أكبر. أنا عندي مقالات كثيرة ما أقدر أميز مقال، لأن كل مقال أنا عمودي زاوية إبداعات في جريدة الرأي هو مرتبط بالحدث. نعم. صفحتي مرتبطة بالحدث، فما أقدر أقول لك مقال دون الآخر، غير أن أنا أحس أشعر بمتعة غير طبيعية وأنا أكتب عن قطر وأسرد يعني خلال يعني كلماتي البسيطة عن قطر وعما يتميز به الشعب القطري، وهو يحمل بداخله قلبا وقالب عن القيم الثقافية والاجتماعية. مهما وصلنا لتطور ومهما كانت إمكانياتنا المادية والاقتصادية وأن احنا كقوة اقتصادية، ولكن مش هذا اللي نجحنا، احنا اللي نجحنا القيم اللي احنا نتمسك فيها كشعب قلبا. صحيح. وقلب واحد،
والما له قديم ما له جديد، وهذا اللي وصلني اليوم اللي أنا لجائزة قطر للسياحة اليوم. يعني حصة اللي ما له قديم ما له جديد، شي ذكرتش أمثالنا الشعبية، اللي ما له أول ما له تالي، اللي ما له أول ما له تالي. يعني هذه من الأمثال اللي احنا دائما نعتز فيها، اللي تخلينا نحافظ دائما على تراثنا مثل ما قلتي، نحافظ على قيمنا الموجودة، وجميل وعلى الهوية الإطرية. وعلى الهوية نعم. نعم جميل أن أنت دائما فكرة القيمة، أنك تبعثين قيمة أو تنشرين قيمة دائما، هذه الفكرة الكاتب عموما أفكاره لا تنضب، دائما في تجدد، فلذلك أنت دائما عندك هذه الفكرة وهذه القيمة اللي دائما تجددينها في مقالاتك، وهذا اللي نجحني اللي وصلني لهذه الجائزة اليوم، إن الناس ما تدور على الجوانب الأكاديمية ولا الموارد الاقتصادية. نعم. ولكن تدور على البساطة في توصيل المعلومة أو صحيح. توصيل الحدث البسيط، ومن هو المواطن وما هي قطر، وهي في الأول في الأخير شائعة. وأستاذة موزة يعني في البداية هي شلون أنت تنتمين حق هالمكان، شلون صحيح. تنتمين حق نعم. هاي البيئة، أكيد نعم. بتعطين الولاء حق هاي البيئة، الولاء والانتماء حق المكان اللي أنت قاعدة فيه، وهاي اللي أنا حاولت أن أنا أوصلها من خلال صفحاتي ومن خلال شاشاتكم الموقرة، وهو القيم. كل شكرا لك على وجودك معنا، وننتظر إن شاء الله تأخذين جوائز أخرى في هذا المجال، بما أنك أنت أول من أخذ هذه الجائزة، وأول يعني خلينا نقول أول متحدثة في السياحة بهذه الطريقة ومنجزة في هذا المجال، فألف مبروك لك الجائزة، وننتظر جوائز أخرى إن شاء الله. مبروك لي ولكم. شكرا أشكركم. الله يسلمك. مشاهدينا خلنا نروح معاكم إلى أخبار من حول العالم، ونبدأها مع جزيرة إينس إنتلي، نجمة السماء المظلمة في أوروبا. خلونا نتابع. We've had fantastic positive response to the news when it went out. Our social media channels, they've gone crazy. People just want to know more, want to know where we are. It's put unessentially on the map. Yeah, the island has become one of the best places in Europe to see the stars, and the best way to do that is out on your back in the middle of a field, and you know, you have a galaxy above your head. وفي فرنسا الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية أو مصابي التوحد. داخل مركز الطب التربوي في فيلار قرب باريس، يتعلم مراهقون يعانون إعاقات أساسيات الشطرنج فوق قطعة قماشية مماثلة للوح شطرنج كبير، في تجربة تهدف إلى تقييم فوائد هذه الرياضة الدماغية على الاضطرابات المعرفية أو تلك المرتبطة بالتوحد. Donc, ce qui est intéressant cette méthode, c'est la progression, la façon dont c'est découpé, en fait, qui permet de prendre confiance sans être inquiété par ce jeu qui intellectuellement est quand même très exigeant, et on se rend compte qu'on peut faire plein de choses progressivement. On a des réussites, alors que souvent les élèves font face à l'échec. Et là, ils réussissent à régler des problèmes, vraiment. Donc ça, c'est vraiment intéressant. ومركز الطب التربوي في فيلار، حيث يتلقى نحو 60 طفلا وشابا تراوح أعمارهم بين 6 أعوام و20 عاما عناية طبية، هو أحد المراكز الفرنسية الأربعة التي شاركت في مرحلة اختبار برنامج إنفينيت الذي يتولى اتحاد الشطرنج الفرنسي تنفيذه في فرنسا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد هذه المراكز إلى 40 بحلول العام 2024، لأن النتائج الأولى أثبتت فعالية البرنامج.
et aussi quelque chose où, encore une fois, le fait que le corps soit en jeu, l'échec est plus abstrait, je trouve. Enfin, il est moins net. On a plus de chances de réussir quand on se déplace et on fait ça comme un jeu. Si on se trompe, on en rit. Donc la tour peut aller où ? ويأتي تعليم لعبة الشطرنج للمراهقين في ثلاث مراحل. تتمثل الأولى في رقعة شطرنج موضوعة على الحائط. يشرح المتخصص للمراهقين أساسيات اللعبة عليها، بينما يستعان في المرحلة الثانية برقعة قماشية كبيرة موضوعة على الأرض تمثل لوحة شطرنج، للانتقال أخيرا إلى اللوح العادي حيث يلعب المراهقون عليه كالجميع. وينفذ برنامج إنفينيت الذي جربه الاتحاد الدولي للشطرنج على نطاق أوسع في نحو 15 دولة غير فرنسا، بينها بيلاروس وإسبانيا والمغرب ومنغوليا. مشاهدينا، كانت هذه أخبارنا من حول العالم، والحين نترككم مع هذه المعلومة ونلتقيكم من بعد الفاصل، خلكم معنا. تدري ولا ما تدري؟ تدري ان اشعة اكس من اهم الانجازات في عالم الطب؟ اكتشف عالم الفيزياء الالماني فيلهم رونتشن الاشعة السينية واللي فاز بجائزة نوبل بسببها. عنده تجاربه ظهرت اشعة جديدة لم تعرف من قبل ولم يكن لها اسم، فسماها اشعة اكس. وكانت صورة يد زوجته هي اول صورة لجزء من جسم الانسان تكون باستخدام الاشعة السينية. وتدري انه توفى بعد اصابته بمرض السرطان نتيجة كثرة تعرضه للأشعة خلال الأبحاث اللي كان يجريها. نرحب بكم من جديد. بمشاركة عدد كبير من المدارس والمراكز الشبابية بالدولة، النادي العلمي القطري ينظم فعاليات المعسكر العلمي ستيم، فالمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تتواصل فعاليات المعسكر العلمي ستيم والذي ينظمه النادي العلمي القطري بمقر النادي، وذلك بهدف تطوير تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويختص هذا البرنامج من الناحية الرياضية بإدراك وفهم العالم لتلبية الاحتياجات البشرية. أما برنامج الهندسة فهو منهج منظم لتصميم المواد والعمليات والنظم لتطوير التقنيات والتكنولوجيا. أنا الطالب سالم سيد المري من مدرسة ابن زيد الصف التاسع. إحنا هنا في المعسكر العلمي أو النادي العلمي لتنمية مشروع للمدرسة مستزامة خضراء للمستقبل لرؤية قطر 2030، ونتنافس مع مدارس أخرى الثانوية والإعدادية. السلام عليكم، أنا عيسى محمد الخالدي من المعسكر العلمي. طبعاً النادي العلمي سوى لنا معسكر وعطونا فرصة بأن نتجمع في مكان ونتعلم ونركب أشياء بيدنا ونستفيد. طبعاً جمعت الشباب الفئة الثانوية وفي الإعدادية، وبس حابين أن نستفيد من الأشياء في المستقبل ونبني مدرسة خضراء تفيد في المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جعيث مبارك الدوسري من مدرسة بنت يمية الثانوية. في هالمعسكر تعلمت العديد من الأشياء في البرمجة، في البروسيس، في التصميم، وتعرفت على زملاء جدد وحبيت هالمشاركة وحبيت هالفعالية. ويهدف المعسكر العلمي ستيم إلى تعزيز عقلية الاستفسار والتحقق والتفكير المنطقي ومهارات التعاون والعمل كفريق
ويعمل على تحويل العملية التعليمية والتي تركز على الجانب النظري إلى برنامج إبداعي ليقود المشاركين نحو الاستكشاف والتعلم وحل المشكلات والتعلم الاستكشافي. رجعنا لكم مشاهدينا، وفي موضوع آخر، تعد الرياضة في المنزل وسيلة فعالة لمن لا وقت لديه للذهاب للنادي الرياضي في ظل تزاحم المسؤوليات خاصة على الأم العاملة والأم المربية. لهذا اخترنا لكم اليوم موضوعا نتحدث فيه عن الوسائل المساعدة في المنزل للرياضة مع ضيفتنا المدربة الرياضية مريم الهارون. صبحك الله بالخير يا مريم. صباحكم الله بالنور. حياة الله معنا في برنامج الصباح الرضا. اليوم طبعا انا وزميلتي شايعه راح انت تاخذيننا في جوله، شلون احنا نقدر نستفيد من المواد الموجوده، او على قولتهم بالمجهود الاقل احنا شلون نقدر نوظف الاشياء لخدمتنا في المنزل في الرياضه. اكيد طبعا كبدايه نعرف ان اذا انتم امهات اكيد تعرفون ما عندكم وقت تتمرنون، فشنو احسن من احنا نسوي لنا جيم صغير في البيت نقدر فيه نمارس فيه الرياضه، ومن خلالها اتليست يكون عندنا نمط صحي نتبعه. طبعا هذه الادوات الموجوده قدامكم هي نموذج بسيط يبين لكم احنا ايش ممكن نعد فيها الجيم. طبعا لما نتكلم عن معظم هالادوات هذه نلاقي نقدر نستخدم قنينات الماي الموجوده عندنا، الوسائل اللي هي عندكم الاشرطه المطاطيه، بالاضافه عندكم للاوزان الحره. نعم زين. طبعا مريم كون ان شايعه كان عندها تداخل بسيط من ناحيه شايعة يوم قلتي عن الأوزان. الأوزان أي يعني شوفي الأوزان بالنسبة لنا هي يعني خلينا نقول شوية تشكل عندنا أخطاء في طريقة حمل الأوزان في البيت. يعني بمعنى آخر دائما ينصحون في حمل الوزن أنه لازم تكونين مع مدربة، لأن الوزن لما يعني خلينا نقول تشلينا يشتغل على أكثر من عضلة، فأنت احتمال بس قاعدة تشغلين عضلة واحدة، فهاي اللي احنا نبيك تفهمينا إياه كيف احنا نتعامل مع الأوزان في المنزل. أو مثلا حتى شايعة ومريم يعني احنا بعض المرات نشيل الثقل بطريقة غلط. صحيح. يصيدنا التواء، يصيدنا مثلا في الرسغة تحسين أنها هي أولمت. شلون نبتدي مثلا من الوزن الأقل لين نقدر لين أي وزن احنا نقدر نستحمل نشيله؟ يلا الحين عندك انت الكلمه الحين. صحيح تمام. طيب لما نجي نتكلم بخصوص الاوزان، مثلا هالوزن هذا طبعا كل شخص يعرف جسمه قديش يقدر يتحمل. فلما تجين تتبعين اي تمارين تخص فيها الاوزان الحره لازم مثل ما انت قلتي يا اما تكونين مستشيره مدربه او مدرب تتبعين معه برنامج رياضي معين، او في نفس الوقت ممكن انت تقللينه. يعني مثلا عندكم هذا الوزن تقدرين انت تحددين في المقدار اللي انت تبين تتمرنين الحين. هذا كم الوزن؟ هذا احنا نتكلم عن خمسة. خمسة حصه بدأ. قادره على الخمسه؟ والله خلي نشوف. بسم الله زين. اي الحين زين بس اهم شيء الطريقه، اذا مثلا انا سويتها بهالطريقه او مثلا سويتها بهالطريقه يعني في لها اكيد وظائف مثل ما ذكرت اختي شايعه. شلون احنا نهتم بالاوزان؟ طبيعي. طيب احنا لما نتكلم الحين طبيعي انت لما تجين تبتدين اي برنامج تدريبي انت عارفه هل تتطرقين للجزء العلوي، الجزء السفلي او الجزء الاوسط، صح؟ صحيح. فانت لما تجين تشوفين التمارين حتى عندكم مثلا قنوات اليوتيوب نشوف الفيديو بس مو بعارفين او هل انا قاعد اسويه بطريقه سليمه او لا. سليمه او لا. فانت كجسمك ذكي فانت تعرفين اوريدي عندك وعي، مجرد ما انا امسك الوزن بهالطريقه ان التحرك هني بالضبط، انا لما احط الوزن تحت ارفع لفوق انا عارفه اي عضله قاعد استخدم بالضبط. بالاضافه ان هل انا عندي الم ما عندي الم هني اعرف. في دائما احنا نسمي عنهم مؤشرات. هذه صحيح. المؤشرات هي اللي تثبت لك اذا انت قاعده تسوين التمرين بطريقه سليمه او خاطئه. زين هو المهم انك ما تضرين العضله يعني بطريقه ما. اكيد اكيد. وعندنا المواد اللي اشوفها تم استعمالها هنا عندنا قلتي مثل الشريط المطاطي او هاي، احنا شلون نقدر نوظفها بطريقه ثانيه في البيت؟ ما عندي شريط مطاطي، شو استعمل؟ انزين اذا ما عندك شريط مطاطي انا دائما اقول عندك اذا عندك عيالك خليهم يكونوا معك. طبعا اكيد عندنا في البيت اي حبل نقدر نلاقي اي حبل، صح؟ اذا ما عندكم حبل عندكم غطاء مخده او لحاف، صح؟ تقدرون دائما تلفونه بطريقه معينه بعدين تخلونهم يستخدمونه عليكم بحيث انه يكون مقاوم. مقاوم بالضبط. بهالطريقه انت توظفينه مهمه وتوظفين نفسك. جميل. وبالاضافه يكون عندكم مشاركه بعد في الرياضه والترابط بينك وبين الاولاد. هاي المسميات مريم خلنا طبعا المسميات هني عندك هذه يسمونها الضاقط. طبعا يجي احجام معينه طبعا بحسب
الأريحية. هاي عادة يعني يستخدمونها للأرجل أو للجزء السفلي من الجسم. في بعضهم ترى يستخدمونه لكن يفضلون هذا النوع للجزء العلوي لأنه يكون أخف شوي، لكن المقاومة مالته تكون بالتدرج. أنا الحين لا ما أعتقد هذه بيكون أفضل لك. لا تقدرين مو بنا ما لا مو بهاي، بس إن على أساس إن هذه بيكون أفضل لك حتى إذا حبيتي وجربتي يكون أفضل. على المغط وكذي يصير أحسن يعني. لا هاي أوكي بالضبط. هاي النوعية أسهل. انزين وعندنا بالاضافه لهذول هذول طبعا لهم طرق استعمال يعني كثيره متنوعه، تقدرون تستخدمونهم في الباب بحيث ان انتم تسكرون الباب عليهم، تستخدمونهم للجزء العلوي للجزء السفلي. لا اخاف للايادي. شفت في يعني لا مخاطر اللي يسكرون الباب ويرجع عليهم ويصارون يعني الاخطاء اللي قاعده تصير. اكيد لا تخافين. شوفي ودائما يعتمد حتى على الكواليتي يعني احنا دائما نجرب بالاول ونشوف. وطبعا قبل لا تستخدمين او تشترين الشيء لازم تقرين عنه تشوفين الفيدباك الريفيو. اذا كانت عندك عاليه جدا الناس مستخدمينها وفي اثبات انه لا هذا الشيء معتمد تقدرين تستخدمينه. زين الحين مريم هذا لان كلهم حق تمارين مقاومه خلينا نقول. اي نعم. انزين يعني تمارين المقاومه بشري ان اوزاننا راح تنزل شويعه إذا أنا استعملت تمارين ولا بدونه؟ لا بدون المتبوس. إيه قولي بدون المتبوس. لا ما هو رياضة بدون بدون تغذية ما تصلح. أكيد أكيد صحيح. أكيد. أزين وعندنا إحنا إذا قلتي ثقل له كذا كذا قياس قلتي لنا 5. زين احنا خلينا نراوي مشاهدينا في حال الفك او مثلا نبي نزيد الوزن على نبي نزيد الثقل على حسب تحمل الجسم. صحيح. طبعا مثل ما قلنا نرجع فيها نوع التمرين، فدائما عندنا معظم اللي يتمرنون دائما يحبون قد ما يقدرون اذا هم يوظفون الجزء السفلي انهم يزيدونه بحيث انه تقوى في المنطقه السفليه، نتكلم عن الارجل الافخذ وغيرها. نعم. لكن في الجزء العلوي الكل يخاف لان احتماليه الاخطار والاصابه فيها اعلى. فمثل هالوضع هذا راح تفكين فيه اللي هو منطقه التثبيت لين ما تطلع عندك، بعدين من خلال هالشيء تضيفين عليه نص. الحين انا لما اضيف هالنص اوتوماتيكلي راح يكون عندي الوزن في هالناحيه 3.5. 3.5 صحيح. واسكره بهالشكل. يكون دائما نحاول قد ما نقدر نحن نتيته عشان نتجنب انه ينزل او يطيح. بس احنا لازم نوازن الناحيتين. طبيعي اكيد. طبيعي أكيد. ايوه. وبالاضافه ترى في بعد اذا انت حابه تغيري يعني هني 2.5 خلينا نقول. إيه. وهاي 3. اي نعم. وهني 2.5 بالضبط. وهي 3. الحين بوريكم في اكثر من شكل ترى. يعني الحين مثلا اذا انا حابه ان انا اتمرن بس او اركز بس على اللي هو 3.5 بشيله بهالشكل. اي لان لا تنسون حتى المقبض له وزن. المقبض له وزن. فبهالطريقه اقدر انا حتى اتمرن او حتى اسوي اي لا كذي موضوع سهل مريم هني كذي اقدر استعمله. انزين طبعا انا ما يتوفر عندي ما قدرت اروح اخذ لي مثل ما تقولين الاوزان راح اخذ لي مثلا البديل. شنو هالبديل؟ البديل انا احب على قلبي البديل. طبعا عندكم اكيد كلنا في البيت عندنا غراش ماي محذفه في كل مكان. فطبعا غراش الماء احنا نستخدمها خاصه اذا كان عندكم كبار سن او اذا كان عندكم اصابات. احنا دائما ننصح اذا انتم سمعتوا الرياضه المائيه ينصحون فيها دائما. نعم. صح. نعم. شنو الرياضه المائيه؟ الرياضه المائيه اللي هو تسوين فيها التمارين تكون مقاومتها اعلى لكنها قصدك السباحه مثلا لكنها تكون اخف على المفاصل. على المفاصل. بالضبط. انت ما تحسين فيها الا لان طلعتي من الماء. بالضبط. عشان كذي فالماء يعتبر شيء مقارب بالنسبة لها. نعم. ممكن تستخدمينها التمارين الجزء العلوي كافة الجسم بشكل عام. بس مو بهذه يعني الأحجام طبعا لأن هذه يعني ما هذه نتكلم عن إذا كان عندك الوزن. إيه؟ بالضبط. إذا كان عندك كبار سن تستخدمين معهم هذه. لكن بالنسبة لك تستخدمين الأكبر أو تقدرين تستبدلين الماء برمل. اي صح. إيه عشان بعد عشان الوزن اثقل. طيب الحين احنا قلنا نستبدل الماي مع الاوزان بس النتيجه كيف يعني لما تستخدمين اوزان او لما تستخدمين اربطه او لما تستخدمين الغراش الماي النتيجه شلون؟ النتيجه اكيد بتختلف. ما راح اقول لك انه لا والله اذا استخدمتي هذه هي النتيجه نفسها، لكن مقدار اللي هو المنفعه للعضله السيل يكون في تطوير. عرفتي؟ يعني احنا نتكلم انه طبيعي انا ما راح اتطور اليوم لبكره بزيد عندي كتله العضل بشكل واحد كيلو يعني كي جي او اكثر. لا لكن نتكلم عن الاستمراريه، الاستمراريه هذا تضيف عندك كتله العضل بشكل عرفتي مستمر. مستمر. فاحنا نتكلم اذا انا بديت في هاي اكيد راح الاقي تغير ملحوظ، لكن اذا بديت هني شوي شوي انا راح احس بالفرق. انزين مريم والاربطه؟
الاربطه ترى لا يغرك، هي ممكن تبين لها ولا شيء، لكن بعد ما تخلصين التدريب فيها تحسين فيها. فيه بعض المرات في اسئلتي الحين جاي سؤال ان شلون احنا نقدر نستعمل كتله الوزن كتمرين. هذا افضل شيء. طبعا بالنسبه لي انا دائما كمدربه احب انصح ان الكل يبتدي اول شيء بوزن جسمك، ما في احسن من هالشيء، لان انت اوريدي شايله، انت تمشين فيه صح، تنظفين فيه، صحيح. تنامين فيه، تقومين فيه، فاوريدي انت متعوده عليه، فاللي عليك بس ان انت تعودين عضلاتك على اللي هو نسميه احنا الرينج اوف موشن، اللي هو ايش قد اقدر انا احرك هالعضله اي مقدار. عرفتي؟ احنا لما نتكلم عن السكوات، نتكلم عن المشي، نتكلم عن اللانجز، عن البوش اب بشكل عام، الضغط، لازم عضلاتنا تكون مستعده لهالشكل من التمرين. اذا لا وصدمتيها بتقول لك مليون ثاني اسمحي لك خلاص ما راح. انا ما اقدر اعطيك العافيه يا مريم، شكرا لك على وجودك معنا وعلى هالمعلومات اللي اخذناها، حصه بنسجل عندها عقب الحلقه طبعا. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا لليوم، نشكركم على طيب المتابعه، وسؤال الحلقه القادمه بالنسبه لكم، ما هو عدد ساعات النوم الكافيه لتجنب الارق ولماذا؟ نشوفكم بكره على خير في مواضيع وفقرات متنوعه من برنامجكم الصباح ربح، لذلك الوقت كونوا في امان الله. الى اللقاء.